بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. اليوم الأربعاء 3 ذي القعدة الموافق 24/6/2020، ومن كل تقنيات الطاقة الشرة القسم العام الفصل الأول مادة اللغة العربية والدراسات الإسلامية. اليوم نأخذ المحاضرة السابعة وهي بعنوان الثقافة الإسلامية. عناصر المحاضرة: العنصر الأول أهداف دراسة الثقافة الإسلامية، 2 تعريف الثقافة الإسلامية والفرق بينها وبين العلم والمدنية والحضارة. تعريف الثقافة الإسلامية والفرق بينها وبين العلم. العلم والمدنية والحضارة. ثم المناقشة. أولا أهداف دراسة، قبل ما نعرف أهداف دراسة الثقافة الإسلامية، نحن الحمد لله مسلمون والحمد لله على نعمة الإسلام. لقد كان العلماء المسلمون والتربويون القدامى الذين ملأت شهرتهم الآفاق وصار على نهج التربوي الأجيال العديدة، كانوا يرون أن مرحلة التعليم تبدأ من السن الرابعة. حيث يدرس الطفل أو يحفظ الطفل ما تيسر من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف ومن الحكم المأثورة والشعر. ثم عندما يصل إلى سن التمييز، سن 7 سنوات، يبدأ بالعلوم الأخرى. كان هكذا المنهج في عهد المسلمون الأوائل. لكن عندما أخذ العالم الإسلامي ابتعد عن منهج الأوائل، أخذ العلوم الشرقية والغربية، ابتعد عن المنهج الإسلامي. وصل الطالب الآن يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية وهو لا يدري أساسيات الإسلام. فواجب على الطالب معرفة أحكام دينه وواجباته. الآن الطالب يصل إلى المرحلة الجامعية ولا يعرف شيء عن الإسلام. فرؤية هنا أنه لابد من دراسة الثقافة الإسلامية مع المناهج الأخرى، لابد من دراسة الثقافة الإسلامية حتى يحصل الطالب ويعرف أمور دينه ويستطيع أن يحصن نفسه ويحمي نفسه من التيارات الهدامة ويحفظ مجتمعه. ولذلك رؤية أنه لابد من دراسة الثقافة الإسلامية. فدراسة الثقافة الإسلامية لها أهداف، نقتصر منها الآن هنا إلى على 3 أهداف. نقتصر منها الآن على 3 أهداف لدراسة الثقافة الإسلامية. الهدف الأول من دراسة الثقافة الإسلامية تكوين الشخصية الإسلامية المتميزة في معارفها المطبقة لثوابت معتقداتها وشرائع ربها، المعتزة بإسلامها، المطلعة على ثقافة عصرها، المتبنية لقضايا أمتها. إذا أول هدف من أهداف دراسة الثقافة الإسلامية تكوين الشخصية الإسلامية، يعني تكون مسلم شخصيته إسلامية متميزة في المعارف، مطبق لثوابت المعتقدات التي يعتقدها، مطبق لشرائع ربه، معتز بإسلامه، مطلع على ثقافة عصره، متبني لقضايا أمته. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني من دراسة الثقافة الإسلامية عرض الإسلام عرضا مبسطا يتلائم مع روح العصر وأساليب منابره الدعائية والإعلامية. عرض الإسلام عرضا مبسطا. الهدف من ثقافة الدراسة الإسلامية أن يعرض الإسلام عرضا مبسطا سهلا يتقبله كل شخص، يستطيع أن يدخل فيه، ليس إسلاما
متشددا يتلائم مع روح العصر واساليب منابره الدعائيه في الاذاعات، في الفضائيات، في الخطب الجمعه، ويتمشى مع اساليب منابره الدعائيه والاعلاميه، عرض الاسلام عرضا مبسطا. الهدف الثالث من اهداف دراسه الثقافه الاسلاميه القاء الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين وترسم لهم طريق الخلاص وسبيل النجاة. الهدف الثالث من أهداف دراسة الثقافة الإسلامية إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين. يعني الآن كل ما يواجه المسلمين من تحديات، من اعتداءات، من ظلم، من اعتداء على أوطانهم، من الاعتداء على دينهم، من الإساءة إلى نبيهم، هذه التحديات يستطيع عندما يثقف الطالب إسلاميا يستطيع أن يواجه هذه التحديات، ويرسم طريق الخلاص من هذه الأشياء التي تواجه دينه، ويستطيع أن يصل إلى طريق النجاة. إذن هذه ثلاثة أهداف رئيسية لدراسة الثقافة الإسلامية. نأتي الآن إلى تعريف الثقافة. إيش معنى الثقافة؟ تعريف الثقافة لها معنيان، تعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. تعريف الثقافة لغة وتعريف الثقافة اصطلاحي، أي ما اصطلح العلماء على تسميته ثقافة. أولا تعريف الثقافة لغة، تعريف الثقافة لغة من مادة ثقيفة، ثقافة من مادة ثقيفة. تعريف الثقافة لغة من مادة ثقيفة لها دلالات، لها دلالات المعنى، يعني تشمل التقويم والإدراك والحفظ. ثقيفة تشمل التقويم والإدراك والحفظ. يقال ثقف الشيء أي أقام المعوج منه. يقال ثقف الشيء أي أقام المعوج منه. ومنه ثقفت الرمح أي أقمت المعوج منه. الرمح هو لدى الإسلام في الحرب القديمة الرمح. أقمت المعوج، ثقفت الرمح أي أقمت المعوج منه وسويته. والثقاف والمثقف، الثقاف والمثقف هي أداة من خشب أو حديد. الثقاف والمثقف أداة من خشب أو حديد تقوم بها الرماح لتستوي وتعتدل. إذن معنى الثقافة معناها التقويم. المعنى الثاني لمادة الثقافة لها معنيان، المعنى الثاني لمادة الثقافة هي كذلك الإدراك والملاقاة وجها لوجه. المعنى الثاني لمادة الثقافة هي الإدراك والملاقاة وجها لوجه. ومن هذا المعنى قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. كما تدل كلمة ثقافة على الحذر، تدل كلمة ثقافة، ثقف معنى حذر، تدل كلمة ثقافة على الحذر والمهارة. ومنها قولهم فلان ثقف لقف، ثقف لقف أي حاذق يتلقف المعلومات ويستوعبها بصعب. كلمة ثقافة تدل على الحذر والمهارة. منها قولهم فلان ثقف لقف أي حاذق يتلقف المعلومات ويستوعبها بسرعة. هذا المعنى اللغوي لكلمة أو لمادة الثقافة. المعنى الاصطلاحي أو التعريف الاصطلاحي لمادة الثقافة أي تعريف الثقافة اصطلاحا، تعريف الثقافة اصطلاحا هو مجموعات المعارف والمعلومات النظرية، مجموعات المعارف والمعلومات النظرية والخبرات العملية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي يكتسبها الإنسان ويحدد على ضوئها طريقة تفكيره ومنهج سلوكه في الحياة. إذن هنا تعريف الثقافة اصطلاحا مجموعة المعارف، أي ما عرفه الإنسان في حياته، المعلومات التي جمعها في حياته، المعلومات النظرية، الخبرات العملية، هذه كلها المستمدة من وين؟ من القرآن الكريم. هذه المعلومات، المعارف النظرية، الخبرات المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية التي يكتسبها الإنسان، ثم على ضوئها هذه
هذه المعارف والنظريات والمعلومات والخبرات التي يكتسبها الإنسان من القرآن الكريم والسنة النبوية على ضوئها يحدد طريقة تفكيره، يعني كيف يصير في الحياة على ضوء هذه المعارف ومنهج سلوكي في الحياة. هذه هي معنى الثقافة اصطلاحا، معنى الثقافة اصطلاحا. هنا عندنا الثقافة وعندنا العلم وعندنا الحضارة المدنية والحضارة. الثقافة والعلم والمدنية والحضارة، نريد أن نعرف الآن الفرق بينها. شخص مثلا يقول شخص مثقف وشخص متعلم، المثقف وعالم متحضر ومتمدن مدني، هذه في فرق بينها في المعاني. المثقف غير المتعلم. أنا مثلا تعريف أولا نأتي إلى تعريف العلم. أشوف تعريف العلم، تعريف العلم انتبهوا زين، العلم اللام على السكون مش العلم. تعريف العلم هو إدراك الشيء على حقيقته. تعريف العلم هو إدراك الشيء على حقيقته. لذلك نجد هنا حقائق الأشياء التي الأشياء التي يصل إليها الإنسان لا تخضع لثقافة الباحث، لا تخضع لثقافة الباحث. مثال على ذلك، كل الأجسام الصلبة تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة. الأجسام الصلبة تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة، إلا الماء فإنه بالعكس. هذه الحقيقة لا تتأثر بإلحاد الملحد ولا بإيمان المؤمن، سواء جرت هذه التجربة في بلاد المسلمين أو في بلاد الملحدين. هذه حقيقة علمية. إذا إدراك الشيء على حقيقته هذا هو العلم. التعريف المدنية، المدنية مأخوذة في الأصل من سكن المدن، يقال تمدن أي عاش عيشة أهل المدن وتنعم بأسباب الرفاهية ووسائلها. المدنية هو اللي يعيش في المدن، عيشة المدن تختلف عن عيشة البادية. فالمتمدن هو اللي يعيش عيشة أهل البادية، عفوا أهل المدن، ويتنعم بأسباب الرفاهية وسائلها غير الموجودة في البداوة. تعريف الحضارة، الحضارة تطلق في عرف اللغويين على الإقامة في الحضر. الإقامة تطلق في عرف اللغويين على الإقامة في الحضر وهي تقابل البداوة. الحضارة تقابل البداوة. هذا تعريف الحضارة لغة. لكن تعريف الحضارة في الاصطلاح، الحضارة ايش هي؟ الحضارة هي مجموعة، هي حصيلة ما قدمته أمة، عفوا هي حصيلة. تعريف الحضارة هي حصيلة ما قدمته أمة خلال حقبة تاريخية من المعارف والعلوم وما استخدمته من وسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي. تعريف الحضارة قلنا تطلق في عرف اللغويين على الإقامة في الحضر وهي تقابل البداوة، وهي حصيلة ما قدمته أمة. حصيلة ما قدمته أمة، أي أمة، أي أمة لها حضارة. حصيلة ما قدمته هذه الأمة في خلال حقبة تاريخية معينة. خلال حقبة تاريخية معنى يعني خلال 100 سنة، خلال 200 سنة، مجموعة ما قدمته هذه الأمة من المعارف والعلوم وما استخدمته من وسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي، فهذه هي الحضارة. الحضارة إذا تعريفها هي حصيلة ما قدمته أمة خلال حقبة تاريخية معينة، خلال حقبة تاريخية من المعارف والعلوم وما استخدمته من وسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي. هذه الحضارة هناك أمم طبعا سابقة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن كانت لها حضارة عظيمة واستخدمتها في الخير، ومنها ما كانت لها حضارة استخدمتها في الشر. سنتحدث في المحاضرة الجاية القادمة إن شاء الله عن الحضارات التي استخدمت في الخير والحضارات التي استخدمت في الشر، ونكمل بها المحاضرة السابعة ونحل الأسئلة التي هي في نهاية المذكرة. لن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.